شارع ضيق ومتهالك، وطريق بلا إنارة ولا شواخص ولا أكتاف للشوارع. نتابع الآن واحدة من المشاكل التي يعاني منها المواطنين على الطريق الواصل بين العقبة ووادي رم، وتحديداً بأنه نحن عادينا عم نحكي أنه هذه المنطقة وهذه الطريق هي من الطرق السياحية المهمة، لأنها بتعتبر أحد أضلاع المثلث الذهبي، وبالإضافة بأنها منطقة سياحية عالمية. إذن الطريق الصحراوي الممتد من الطريق الصحراوي ولغاية المخيمات السياحية في منطقة الديسة وقرية رم يعكس عمق الفجوة بين مقومات التسويق السياحي والبرامج بسبب هذه الطرق المتهالكة. التفاصيل في التقرير التالي. شارع ضيق ومتهالك، وطريق بلا إنارة ولا شواخص ولا أكتاف للشوارع. هذا هو حال طريق وادي رم العقبة، أحد شرايين السياحة في الأردن. نطالب بتوسعة الطريق أو عمل صيدين وإنارة هذا الطريق لكثرة الحوادث على هذا الطريق. مطلب أنه يتعلق في طريق توسعة طريق وادي رم من المؤدي لحركة السياح وحركة المواطنين، حيث تم عليه إعاقات كثيرة من ضمنها حوادث. وكل ما نريد أنه توسعة الطريق مع إنارة ومع توسعة الشوارع. المناشدات تتكرر لتوسعته وإصلاحه خدمة للسياح الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، إلا أن الطريق لم يتم عليه أي إجراء صيانة أو إعادة تأهيل منذ 15 سنة، سوى توسعة مدخل الشارع الرئيسي باتجاه الطريق الصحراوي. ورغم ازدحام الطريق المتهالك طوال العام بمئات المركبات والحافلات السياحية، إلا أن هذا الطريق لم يدرج ضمن خطط إصلاح وصيانة الطرق المعلن عنها من قبل جهات الاختصاص. الطريق المؤدي من مثلث رم، مثلث الراشدية إلى رم، اللي هو يعتبر طريق الموت، طريق يعني راح زهقت فيها أرواح كثيرة، وهو طريق يعني معتمد على الطريق، معتمد من معتمرين، من زوار سياح، من مجتمع محلي، وحدث عليه أكثر من حادث، وصارت عليه وفيات من أجانب ومن عرب. وهذا طريق اسمه طريق الموت، يعني طريق خطر جدا. الطريق عندنا هنا كونها طريق متهالكة وصار عليها كل فترة وفترة يسولها أكتاف، لكن الأكتاف ترابية، بعد فترة تصير الطريق عالية، سيارة كبيرة حافلة وسيارة صغيرة ما يقدر يتلاقن على الطريق، كونها الطريق عليها ضغط مركبات سياحية من أبناء المنطقة ومن سياح من خارج الأردن. وبلغ عدد زوار منطقة وادي رم في عام 2023 ما يقارب 523,000، بنسبة ارتفاع بلغت 11% عن العام الذي سبقه، والذي سجل زيارة 467,000 زائر. إذن لمناقشة هذا الموضوع نستضيف عبر الهاتف المهندس وجدي الضلاعين، وهو مدير إشغال محافظة العقبة. بداية يعطيك ألف عافية مهندس، يعني هل هذا الطريق على الأقل اليوم على أولويات الوزارة؟ في البداية أنا بمسي عليك أخوان المتحدثين، ويبدو أني أنا أظل كان بتحدثكم أعضاء من مجلس محافظة العقبة على الصوت، أنا مجلسهم، لكن ما تحدثوا فيه بخصوص هذا الطريق، طبعا هذا الطريق طوله حوالي 22 كيلومتر، هي تربط الشارع الصحراوي في قضاء الديسة منطقة رم. طبعا هذا الطريق هو عليه أكتاف على كامل الطريق موجودة، والشارع معبد بخلطة أسفل فيه ساخن، لكن نظرا لحركة السير على هذه المنطقة، وجود مخيمات سياحية منطقة رم، صارت حركة السياحة على أو حركة السير على هذه المنطقة يعني صراحة هي حركة سير كثيفة. طبعا احنا من متابعينها أول بأول، وكان هنالك زيارة لوزير الأشغال العامة ومعالي رئيس مجلس المفوضين أثناء زيارة دولة الرئيس، كان نقاش حول موضوع طريق رم إمكانية توسعتها. طبعا تم رفض مخصص مالي
حوالي 3 مليون دينار لإنشاء مسرب جديد، إنشاء مسرب جديد غير المسرب القائم. هنالك مسرب مقترح راح يكون على هذا المسار بعرض حوالي 8 متر، يوصل ما بين سكة الحديد ولغاية مدخل بوابة. نعم. هذا في 2024 يعني؟ لا ست العزيز، العطاء تم طرحه بالجريدة الرسمية وتم إحالته، والآن المقاول اللي بيشتغل بالأعمال المساحية يعني هو قيد التنفيذ. نعم صحيح. نعم. يعني أنا اليوم صار حديث مع وزير الأشغال العامة ومع معالي رئيس مجلس المفوضين حول بداية هذا المشروع والأعمال التي سنقوم بها. الآن هي الأعمال مبدئيا هي أعمال مساحية، راح يكون في مسرب جديد منفصل عن المسرب اللي راح يكون الطريق مسربين، مسرب باتجاه وادي رم ومسرب الآخر باتجاه، يعني راح يكون حركة السير منفصلة. نعم. في هذا الطريق. لكن هذا لن يكون بديل عن الطريق اللي نتحدث عنه. لا ستي، هو راح يكون الطريق، المشكلة فيه إنه هذا الطريق ما بيستوعب حركة السير. حركة السير الكبيرة. نعم، فإحنا فصلنا ما بين الداخل وما بين الخارج. نعم. نعم يعني وصلت الصورة مهندس. مسربين منفصلات، كل مسرب على حدة. نعم، يعني وهداك رح يكون الجديد رح يكون للداخل أم للخارج؟ الجديد رح يكون للداخل على للداخل. وبالنسبة نعم. إذن للخارج يعني أيضا كان في شكاوى حول إنه ما في شواخص، ما في يعني الحد الأدنى من السلام العام، هل في برضو ستي. على الخطة؟ نعم تفضل. ستي العزيزة، يعني إحنا أنا ما بحب جلد الذات يعني خصوص هذه المواضيع، لكن للأشغال العامة ومستمعنا اللي كان يتحدث قبل قليل، الشارع هو مؤسس وموثق، وبالذات الطريق هاي كطريق سياح وعليه حركة سير هو مؤسس، لكن ما بين حين الآخر وهم يعني ممكن يعيدوني أو خالفوني. تتعرض هذه المناطق كونها مناطق خالية أحيانا للعبث من قبل أشخاص معينين بالنسبة للإشارات، لكن إحنا لا يمكن نترك هذا الجزء من الطريق كونه عليه حركة السير والسياح، فناس بنحب انه يدخل بأمان ويطلع بأمان، من دلالة انه احنا الآن في عمل شارع جديد. لكن حتى من ضمن الشارع الجديد اللي تم انشاؤه هنالك بعض معالجات راح تكون على هذا الطريق في المناطق اللي ممكن تضررت او كذا، لكن انا كنت سالك قبل يومين الطريق والتقيت مع الشباب نفسهم أعضاء مجلس المحافظة في منطقة الديسة. نعم. وإن شاء الله إنه هذا الطريق ترى النور، يعني أنا بدون نعم. مؤاخذة يعني مدة العطالة تجاوز 7 إلى 8 شهور، وإن شاء الله راح تنجز قبل هاي المدة إن شاء الله. كل الشكر لك مباشرة من الأسبوع الماضي إن شاء الله. كل الشكر لك مهندس وجدي أضلعين مدير أشغال محافظة العقبة.